الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، السلام عليكم. خفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وأربيل بشكل طفيف، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,050 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي واحد، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 146,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,300 دينار عراقي، وبلغت أسعار الشراء 147,000 دينار عراقي لكل 100 دولار. كشفت هيئة النزاهة عن وجود هدر كبير في المال العام رافق عملية استملاك عقارين في محافظة الأنبار، مبينة أن مبلغ الهدر وصل إلى قرابة 29 مليار دينار. دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بوجود شبهة فساد مالي وإداري كبير من قبل لجنة استملاك العقارات في ديوان أحد الأوقاف، مشيرة إلى ضبط أوليات استملاك عقارين بمساحة 460 دونما خارج حدود بلدية الرمادي. وأوضحت الدائرة أن عملية التحري والتدقيق كشفت عن وجود تهرب ضريبي رافق عملية الاستملاك، وأن مبلغ الهدر والتهرب الضريبي تم تحديده من قبل الفريق المختص بالاستعانة بشعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار. أكدت وكالة موديز للتقييم المالي تصنيفها الانتمائي للعراق CAA1 عند مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت موديز أن تأكيد التصنيف يعكس التحديات الانتمائية التي يطرحها اعتماد العراق الكبير بشكل استثنائي اقتصاديا وماليا على النفط، مضيفة أن التقدم في التنوع الاقتصادي لا يزال بطيئا ويعرقله ضعف بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في العراق. وأكدت وكالة موديز أن الفساد هو التحدي المؤسسي الأكبر الذي يواجهه العراق. كشفت مصادر إعلامية عن تلكؤ المصرف الزراعي السوري الحكومي في تسليم قيم الحبوب المسلمة منذ شهر حزيران الماضي لفلاحين بمناطق حلب وحماة. وأكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم القمح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية. بدوره أرجع مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم سبب التأخير في صرف قيم محصول القمح إلى وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي. قال نائب وزير الخارجية التركية أوس سليم قيران إن بلاده وقرقيزة تأملان في تحقيق هدف الوصول إلى مليار دولار في حجم التبادل التجاري بينهما. وشدد قيران على ضرورة تعزيز البلدين علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات، وأضاف أنه من خلال الخطوات المشتركة التي سيتم اتخاذها فإنه من المؤمل أن تصل تركيا مع قرقيزة إلى هدف المليار دولار في التبادل التجاري وتجاوزه في أقرب وقت ممكن. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً 507 ملايين دولار، فيما زادت صادرات تركيا إلى دول الجوار خلال النصف الأول من عام 2021 36.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محققة 9 مليارات دولار. ختام الموجز بأمان الله.